السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية. أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة عصر السبت عن وفاة أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في القطاع، وأوضح القدر في بيان صحفي أن المسن فضيلة محمد أبو ريدة عام 77 من محافظة خان يونس توفت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بوباء كوفيد 19، وأوضح أن المسنة في ذوي الأمراض المزمنة وهي حالة الوفاة الأولى في القطاع، اتخذ التدابير اللازمة وفق البروتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا، وسجلت غزة مؤخرا نحو 26 إصابة بين العائدين إليها من الخارج عبر معبر رفح البري، فيما اتخذت السلطات هناك إجراءات مشددة من أجل منع انتشار فيروس كورونا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دمتم ودام الإسلام بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.